دكتور. مساء الخير يا دكتور. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير ماما. دكتور رامي اللي عمل لي العمليه. اهلا وسهلا. تسلم ايدك يا دكتور. علي يا فندم. الحمد لله ربنا ستر ولحقناها في الوقت المناسب. الحمد لله. وريني كده. يا ترى اخبارنا ايه يا دكتور؟ لا اخبارنا كويسه قوي. ان شاء الله ممكن تروح النهارده. بس ترتاح وما تعملش اي مجهود. وبعد 4 أيام تبقى تيجي عشان نفك لها الغرز. 4 أيام؟ طب هنعمل ايه يا ماما في الحفله؟ والله اللي يشوفه الدكتور. حفله؟ انت بتغني؟ لا انا بعزف بيانو. وعندي حفله بعد بكره في الاوبرا. والله انا كمان بلعب عود. في المعهد؟ لا في المستشفى. قصدي يعني مع نفسي. هاوي بقى مش محترف زيك. طب وايه يعني؟ دي حاجه كويسه جدا. بس احنا هنعمل ايه يا ماما؟ هنضطر ناجلها. هنعمل ايه؟ ازاي بس؟ دي ميعادها متحدد من زمان. طب مفيش اي طريقه يا دكتور؟ ما ينفعش؟ انا بصراحه شايف انه هيبقى مجهود عليكي، ويعني اخاف لو الجرح يفتح ولا حاجه. معلش انا اسف، مضطر انك انت تاجليها. عن اذنكم. ميرسي قوي يا دكتور. العفو. طب يا دكتور. افندم. كنت عايزه اسال حضرتك لو ممكن اشرب ميه بقى. ايوه طبعا ينفع، بس من غير حضرتك. عن اذنكم.